الشمس ما كنشوفش بزاف. اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر والعاجل من مدينه الرصاني. شوف تي في في قلب اشهر باركينغ ديال الحمير بالمنطقه، واللي مازال الساكنه متابعي قناه شوف تي في كتستعملهم وسيله نقل باش يجيو يتقداو في السوق، ومنظر مثير من الزمان الجميل. دائما نجدد الترحاب والتحيه لكل المتابعين والمتابعات اللي كتشاهدوا متابعي قناه الشعب معنا هذا البث المباشر، وايضا كيف جاكم المنظر الجميل من مدينه الرصاني. اللي كنشوفوا متابعي قناه الشعب ان الساكنه مازال كتستعمل وسيله اشهر وسيله نقل، كنفتخروا بهذه الوسيله النقل، ولكن راحنا في 2023 لمعظم ساكنه المدينه غير متوفره على النقل، يعني النقل المزدوج واللي تاكسي يعني ما كاينينش. لهذا هنا كنشوف متابعي قناه شفت بان اغلب ساكنه المدينه واللي ساكنين بعاد يعني بالقصور كيجيو يستعملوا يعني اشهر وسيله نقل اللي هي الحمير. من اشهر باركينغ متابعي قناة الشاب ومن مدينة الرصاني، يحييكم بعد قناة شوف تي في. هنا رسالة متابعي قناة الشاب، رسالة واضحة لكل مسؤول غيور على مدينة الرصاني، رسالة الى كل المنتخبين، رسالة الى المسؤولين، من فمن العيب والعار اننا نخليو كل الساكنة ما كتوفرش على وسيلة نقل، وبحكم يعني البعد اللي عندهم في القصور القصور نتاعهم متابعي قناة شوف تي في، الا واننا كنشوفوهم كيجيو يعني يستعملوا الاشهر وسيلة نقل اللي الحمد لله على كل حال، بعوض اننا كنشوفوا رئيس جماعة كيدي يعني السيارة ديالو الى المنزل ديالو يمشي بها ويجي بها بغزوال الدولة، إلا وأننا كنشوفوا المواطن كيوكل ويشرب وسيلة نقل ديالو باش أنه يستعملها في الأسواق. هنا يعني هنا متابعي قناة شوف تي في ومن أشهر مكان اللي أيضا حتى السياح متابعي قناة الشعب كيكونوا هنا بكثرة، ومجموعة من المرشدين السياحيين اللي كيجيبوهم من هذا المكان هذا باش يلتقطوا يعني مجموعة من الصور، لأنهم كيجيهم هذا المنظر هذا مثير ومن الزمن ومن الزمن الجميل. جريني حميد اللي كيقول لك للاشاره اسمه الربك ديال الحمير باللغه المحليه للتصحيح فقط، تحياتي تبارك الله عليك. وهي راه اكيد راه بارك يعني راه هو الربك ديال الحمير، بارك ديال الحمير، حاشا وجه للمتابعين والمتابعات وحاشا وجه خويا جريني حميد. هبه زهراء السلام خويا ياسين، واش هذاك الكلاكس الكلاكسون؟ اه هو هي كلاكسونات هما. نبيل نبيل تبارك الله عليك، عندكم البنان وكذلك حتى نتوما. اشهر مكان متابعي قناه الشعب من قلب مدينه الرصاني كيف ما قلنا، ولات هذه اشاره وهذه رساله فقط لكل مسؤول غيور على هذه المدينه، الى كل مسؤولي مدينه الرصاني. عاد راه كيبان ليا البارك راه خاوي واحد شويه، مرتاح
هنا هذا البارك متابعي كنشوف في التيفي راه كنلقاو بان راه عنده الاساس ديالو، عنده السيد اللي مقابلو واللي يعني 10 ريال درهم باش موسخك الله انك تحط يعني الوسيله النقل ديالك هنا وكتمشي تاخذ يعني داكشي المستلزمات ديالك يعني من داخل السوق من السوق وكترجع انك تاخذ الوسيله ديال النقل ديالك. ورصه ورصه هنا ما كيبانوا ليش التعليقات ديال المتابعين، كنحاول ما امكن انني نقراهم. الله يسهل عليك احمد تبارك الله عليك، هادو غينفعوا في مونديال 2030 تبارك الله عليك. هذه رساله خويا ياسين، دابا كلشي غلا اللهم يقتصدوا على الماسود. اكيد تبارك الله عليك، هذه حتى هي مزيانه اللهم يغت... لا 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 راه حتى انا جيت بواحد باش ما تقولوش راه حنا ما كنستعملوش، راه احسن وسيله نقل هي سميتو هي هي هاد الحمير. ها انتم درا هو راه حدايا قلبنا هي اللي باعوا والله ما يعرف الخبا السي عبد الواحد سير في الليل سير في النهار دير تخطيط. واش بغيت تبيعو؟ وشحال؟ 12 12000؟ 12000 ريال. اسميتو حمار ربعي. شني؟ لا ما انا بغينا ناكلو تقول لي ثني. ثني. قال لك راه ثني. السلام حميد الصحراوي تبارك الله عليك، ارخص من ليركات. هنا متابعي قناة شوف تيفي عطيونا التعليقات ديالكم من قلب مدينة مولاي علي الشريف. رسالة متابعي قناة شوف تيفي اللي بغيت نوجهها فقط للمسؤولين انهم يشوفوا اننا يعني راه حنا كنعتزوا بهذا الزمان الجميل، ولكن راه حنا في 2023 المغرب اللي غادي نشوفوا دابا حاليا فيه يعني المونديال 2030 ونشوفوا يعني مجموعة من المباريات اللي غادي تنظموا يعني غادي يكونوا حتى في المملكة المغربية العلوية الشريفة، وأيضا البنية التحتية اللي كنشوفوها خصها على الأقل أنها تكون في مدينة الريصاني والإنارة العمومية وزيد على ذلك مجموعة من الأشياء. هنا كنشوفوا متابعي قناة شوف تيفي كأننا لم نتقدم بالمرة، هنا متابعي قناة شوف تيفي كنشوفوا بأن مدينة الريصاني مازال على زمانها اللي هو القديم، كون بقات غير في الزمان يعني اللي هو قديم. أنا كنت كنجي يعني لمدينة الريصاني في تقريبا في 1900 و مالها دابا تقريبا 190 2000 مازال 2000 مازال 2004 مازال واحد شويه ديال البصيص والامل كان في هذه المدينه شويه. حنا كنشوفوا بان حنا 2023 ومازال السلك الجيل الخامس ومازالين يعني 40 ب 12000 ريال 40 ب 12000 ريال 60000 نتا حمار ب 60000 لازم شد هذا راه بغى يبيع مولاه ب قال لك 12000 12000 ريال ركب وزيد طاقه مارش هذا رباعي اركب ركب بلاص اخويا بلاص اولدي يوسف أماليك هذاك المكان رمز من رموز السفينات يمكن توظيفه توظيف سياحي بامتياز تبارك الله عليك تبارك الله عليك خويا يوسف أماليك في الحقيقة يعني التوظيف ديالو كان يعني في منطقة كبلاصة يعني مكان سياحي بامتياز، لأن أغلب السياح والمرشدين السياحيين كيجيبوا مجموعة من السياح لهنا سواء أجانب سواء يعني داخل المغرب ولا خارج المغرب يعني كيجيبوا يشوفوا هذا المكان هذا.
الله ينورك خويا حامي الصحراوي تبارك الله عليك. السلام محمد حيني الشهيبه تبارك الله عليك. عزيز بورقعه هو كذلك معنا في هذا البث هذا. والله لا قالوا الحمار في الرك. عطونا كاينين ابناء المنطقه تبارك الله يعطونا يعني تعريف مفصل حول يعني حتى هذا المكان هذا اللي كيقول ايضا احد ابناء المنطقه يمكن توظيفه توظيف سياحي بامتياز اللي كنشوفوا متابعي قناه شوف تي في ان اغلب السياح يعني كيجيو لهنا. وكذلك من شحال عندكم في الكونتور عندهم في الكونتور دير الكونتور ديالهم طالع اما تخممش راه ماشي شي اغلى حمار كاينين جوج حمير هنا السي عزيز اغلى حمار راك عارفهم عارف الثمن ديالهم وعارف شحال سويين. شنو هذا الشيء اخويا الحسن هذا البارك هذا الربك ديال الحمير في مدينه ريساني. يما الغاليه اللي كتقول لك انا الريساني عشت فيه ما تبدل فيه والو من 1987 ما زدتش فيه والو راجع فقط اللور لا هو لا ارفود لا الرشيديه. تحياتي ليك يما الغاليه اللي كتقول لك من 1987 يعني ليومنا هذا يعني غادي غير اللور ما تزدتش فيه حتى حاجه. هادو هما الرسائل اللي كنبغي. واش السوق الحسن ميسترو هذا يعني السوق هذا الربك 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 ديال الحمير بارك باركينغ ديال الحمير. هنا كيجيو الساكنه ديال المدينه اللي ساكنين في القصور كيجيو يحطوا الحمير ديالهم هنا في البارك وكيمشيو يتقداو داكشي اللي بغاو وكيجيو ياخذوا الحمار من هنا. وكاين السيد اللي مقابل يعني هذا البارك هذا واللي كياخذ يعني واحد 10 ريال درهم كل واحد باش قدروا الله. حبيبه الله يهدي المسؤولين اكيد الله يهدي المسؤولين هذه رساله خاصه للمسؤولين. حالف ما يتبدلش رشيد لويكو تبارك الله عليك. عطيونا التعليقات ديالكم متابعي قناه شوف تي في. هنا بغيت نعرف يعني التعليقات ديال المتابعين والمتابعات حول هذا الربك ديال الحمير يعني بمدينه ريساني. راه هو راه حنا الحمد لله راه هذه هي بلادنا هي بلادنا راه ماشي كننتقدوا ولا كننقدوا فيها شي حاجه يعني كنحاولوا ما امكن اننا نبينوا الصوره اللي فيها ومفتخرين الحمد لله ببلادنا. ولكن راه الله يهدي وما خلق المسؤولين يعني القصور اللي غادي تحتوي ويكونوا عندها وسائل ديال النقل ويكون عندها النقل المزدوج ويكون شي ويكونوا الطاكسي يعني طاكسيات اخرين طاكسي واحد اللي كاين هنا في مدينه ريساني اللي غادي يقدر يوفر على الساكنه. الله يحسن العوان راه اللهم راه الحمار حتى هو كذلك راه كيوكلوا كيمشي وكيجي وكياكل وفروا لهم نقل مزدوج يعني بالاثمنه رمزيه وفروا لهم شي حاجه وهادو خلهم يعني راه كيمشيو كيمشيو يتقداو بهم في قناه اخرين ولا يمشيو يقادو بهم حوايج اخرين. هنا غادي نزيدوا على هاد المواطنين الغلا في الاسواق ها مطيشه ها بطاطاها خيزو كلشي غالي. زيد على ذلك النقل اللي ما كاينش زيد على ذلك المعيشه اللي هي ولات جد مرتفعه في ظل هاد الزيادات هادو فالله يهدي ما خلق. عطيونا تعليقاتكم متابعي قناه شوف تي في. ام جنه تقول لك اش من مدينه مدينه ريساني اقليم الرشيديه. شحال كياكلوا في النهار؟ والله اخويا ما عرفتش شحال تياكلوا في النهار اخويا هشام.
هادو شنو سوق حيوانات؟ لا هذا ماشي سوق الحيوانات أصارة، هذا وسيلة نقل، وسيلة نقل ساكنة مدينة الرصاني اللي ساكنين في القصور البعيدة. واش مفتخرين ببلادنا؟ ما كبرنا ولكن كنتسناو يتبدل من حسن إلى أحسن، هذه الغيرة على البلاد. تبارك الله عليك، هذه هي اللي بغيت يعني نقول للمجموعة ديال الناس، المجموعة ديال الناس كيدخلوا يعني بالانتقادات ديالهم وكيدخلوا يعني واحد الدعاة تبارك الله، يعني واحد الدعاة تيقول لك راه كتشوه في كتشوه لنا البلاد، واش البلاد غادي نديروا لها حنا نغطيو الشمس بالغربال؟ هذه هي بلادنا، مفتخرين بها الحمد لله، وهنا كبرنا وهنا مشينا وهنا جينا ومشينا بالحمير وجينا بالحمير، وكاين دابا في يومنا هذا وفي الزلزال راك شفتوا الموتى مشاو في الحمير. ومشاو في السبيطارات في الحمير. ولكن راه بلادنا بغينا تزيد تقدم واحد شويه من الحسن للحسن، حنا ما شنا حسن ما شنا حسن، شنا غير وحسن. معكم ياسين. تقيسنا القطاعات العموميه على سبيل المثال، قطاع الصحه وقطاع اخرى اللي كتعاني منها الساكنه. شكرا لميم. لميم تبارك الله عليك، اكيد اننا راه كنبغي يعني نهضر على القطاع ديال الصحه، ولكن لا اذن صاغيه، راه كاينينش المواطنين اللي غادي يهضروا، ما كاينينش المواطنين اللي بغاو يقولوا يهضروا شويه على حقهم. شي حاجه اللي هي ديال العموم وديال العامه راه حنا كنهضروا عليها كبنيه تحتيه، اناره، معيشه، ولا هذه كنحاول ما امكن اننا نهضروا في هذه الامور. نهار غادي نمشيو لحدا السبيطار ونجيو نهضروا مع شي واحد ما كتلقاش اللي غادي يدوي، وكتلقى انه مكرفص اكبر تكرفيسه في حياته. تحية ليك لميم، تبارك الله عليك، والشكر موصول للأخت حبيبة ورشيد وسارة، وكذلك من إسبانيا، الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وفي كل بقاع العالم. الشباب والشابات اللي رقدوا راسهم يعني وبشاو أنهم يحسنوا من المستوى المعيشي ديالهم، وعلى الأقل أنهم حتى المستوى النفسي ديالهم يتقاد، لأن في الحقيقة الناس كتزيد لقدام والبعض يعني كيزيد اللور. واش حنا يعني في 2023 ولا في 1960؟ رجوعا انا كنقول لك رجوعا الى مجموعه من الصور اللي كاين يعني كيوري لي الاب ديالي يعني على مدينه الرصاني وعلى قصر السوق وعلى ارفود. والله الا كتقول يعني واش هاد المدن زادوا تقدموا ولا توخروا؟ التحق بنا عزيز مرة أخرى. تعليقات المتابعين تهمنا، منين كتشاهدوا معنا متابعي قناة شوف تيفي هذا البث المباشر، وأيضا كيف دايرة الأجواء عندكم، ومنين كتشاهدوا هذا المنظر المثير من مدينة الرصاني. ما هي تعليقاتكم متابعي قناة شوف تيفي حول باركينج ديال الحمير يعني من مدينة الرصاني؟ يوسف أمالك، كل مدينة كتحاول تحتفظ على الخصوصيات ديالها وما تتخولش تقلد المدن ديال الشمال وديك الوسط الخصوصيات ديال مدينة الرصاني في القصور ديالها. هاد الأماكن بحال ربق الحمير والسوق، وطبعا من تطوير هاد الخصوصيات وترميمها باش تكون وجهة سياحية لجذب السياح الداخلية والخارجية. تبارك الله عليك سي يوسف أمالك، الله يعطيك كل خير، رائع ورائع جدا. حنا ما غاديش نمشيو نقلدو، حنا كما قلنا غادي نقلدو كما قال السي يوسف، نقلدو الشمال ولا نقلدو الجنوب ولا نقلدو الغرب ولا كنقلدو راسنا. هنا كما قال لي غير على الاقل انه يتطور هذا الشيء، يتطور هذا البارك هذا يتقاد، مثلا هذه البلاصه هذه يتقاد، ماشي مشكل يجيو هاد الناس هادو اللي كيجيو يعني بالحمير، مثلا هاد الساكنه اللي ساكنه في القصور بعيده اللي كيجيو بالحمير يجيو على الاقل واحد المكان اللي هو هنا غير مغطي بعدا وعلى الاقل مغطي بالشمس، ونخليو نزيدو نطوروا من هاد نوظفوه سياحيا اكثر من اللازم، نوظفوا هاد المكان سياحيا. والسوق وكذلك اللي هو من اشهر ومن اكبر الاسواق على ربما على الصعيد الوطني، سوق تافيلات سوق الرصاني راه اللي كيحتوي على اربع ابواب، وزيد على ذلك يعني فيه يعني كل زقاق فيه يعني كل
كل حرفه في بلاصه من اشهر الاسواق التجاريه بالمنطقه، اللي ما كاينش سائح كيف ما بغى يكون نوع اجنبي من في كل بقاع العالم. ما زارش مدينه، ما زارش مدينه الريساني، وما شافش الربك ديال الحمير، وايضا ما شافش السوق. على الاقل نوظفوهم يعني سياحيا. السي عزيز اللي كيقول لك الحمار هو رمز تفيلات حيت هو النيه، هذا التعليق ديال السي عزيز، تبارك الله عليك، الله يعمرها دار، وكذلك حتى انت الله يعمرها دار. السي عزيز رمز من رموز تفيلات، النيه الكامله، حتى احنا من اقليم بولمان اللي جمعت ولاد علي يوسف، وجاهدك الله يهدي المسؤولين يشوف شي حل. تبارك الله عليك السي الحسن، اكيد الله يهدي المسؤولين يشوفوا شي حل، لان هادشي راه عيب وعار. الله عيب 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 يخليو الناس بهذه الحاله هذه. اما الحمد لله بالنسبه للبارك ولا بالنسبه للربك ديال الحمير، راه ماشي شي حاجه، هذه فقط رساله بغينا نوجدوها للاباطره هاد المدينه هذه، هاد البرلمانيه هاد المدينه ونواب هاد المدينه ومنتخبين هاد المدينه هذه. فكيف يعقل انكم تمشيو تستمتعوا يعني تستمتعوا بسيارات الدوله وتستعملوها حتى في السبت والحد وبالغازوال ديال 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 الشعب، وتخليو الساكنه كتعاني لا توظيف سياحيا هذا المكان، لا السوق مقاد حالته حاله، وزيد على ذلك يعني واحد العيشه اللي هي تزيد غاليه على هاد الدراوش هادو. الناس راه موظفينش، ما عندهمش شي وظيفه فين غادي يجيبوا رزقهم. شكر موصول لكل المتابعين والمتابعات. اكيد درجه الحراره جد مرتفعه في هذه الاثناء، اكيد متابعي قناه الشعب غادي نخليكم وعوده الى مجموعه من التعليق ديالكم اللي كنتمنى ان شاء الله انها تكون يعني كثيره حول واقع المعاش بمدينه الريساني، ونعرفوا متابعي قناه شوف تي في يعني كيفاش جاكم يعني هذا البارك ديال البارك ديال الحمير يعني مدينه الريساني اللي كيتسمى الربك. واللي كنتمنى ان مجموعه من تعاليق ديال المدينه، ساكنه المدينه وشباب المدينه، واللي كيقول لك بانه على الاقل توظف سياحيا والدنيا يعني الحمد لله احنا مفتخرين ومعتزين يعني بواقعنا، ولكن على الاقل يكون واحد شويه ديال التطور. فبركه من الضحك على الناس، لان هاد الناس كاملين اللي كاينين في القصور الا كنتو كتمشيو لهم بلي كاتكات ديالكم وبالسيارات ديالكم باش انكم تجيبوهم بلي فارغو بلي كاتكات باش تجيبوهم يصوتوا على مجموعه من المنتخبين. هنا ما غاديش تخليوهم يشريو بطاطا ويشريو مطيشه بواحد الاثمنه اللي هي غاليه وما عندهاش. الناس مقهوره ومدقدقه. شكرا جزيلا لكل المتابعين والمتابعات. صافا سي الحسن حياكم الله، نتمنى انني نكون يعني جميع التعليقات قريتهم، نتمنى اننا نكونوا يعني خفاف ظراف على قلوب كل المغاربه وكل المتابعين والمتابعات. رساله واضحه لكل غيور على مدينته، رساله واضحه لكل منتخب يعني مدينه الريساني ولكل مسؤول. فرسالتي على الاقل انه يكون يعني على الاقل يكون النقل المزدوج لهذ الساكنه، ويكون يعني توفروا لهم السعاده، وخصكم توفروا لهم السكن والصحه وكل شيء. اقسم بالله الا الساكنه تافيلات الا صابره معكم ستتخلص على الشوماج وتخلص على الجلاس في هذه البلاد. المهم انا قلت الله يهنيكم. شكرا جزيلا لكل المتابعين والمتابعات، واكيد متابعي قناه شوف تي في ساستعمل ايضا هذا الحمار حماري باش انني نوصل لمنطقة أخرى، القصر آخر، ونديروا بث آخر من قلب يعني شيء من قلب أشهر قصر بالمدينة. وتهلا يهدي بعض المرشدين السياحيين، ما بقاش يكذبوا على الناس. مرشدين سياحيين هذه رسالة لكم، ما بقاش تكذبوا على الناس، تجي تقول له هذا هو حمار جحا، هذا هو اللي كنتي كتشوف في الرسوم المتحركة، هذا خاتم سليمان، هذه الرزه اللي كنديرها النبي، فحشومه هادشي عيب. ايوا احمر جحا، هذا احمر جحا، هو ماشي الضحك هذا. وحتى راه الكور هما اللي نيه، انك تقول لي العربي هما اللي نيه، حيت تجيب قاوري وتقول له نقول له هذه الكلمه ديال قاوري، تجيب اجنبي وتقول له هذا احمر جحا،
ولا تقول له هذا خاتم سليمان، ولا تقول له هذا مسكن كيقشر به بطاطا فلان فلان الفلاني، راه ضروري كيتيق فيه وكيبيعو بثمن غالي، يعني كنستخدموا الحيله ولا حيله مع الله. الشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات. مره راني كنحاول ما امكن انني نسكت، نمشيو نديرو شي بث اخر، وان شاء الله اكيد متابعي قناه الشعبي لبث اخر وموضوع اخر باذن الرحمن. تبارك الله عليك السي عبد الجبار عزيز، والشكر موصول لك خويا، الله يكبر بيك. واش كاينين مساحات خضراء بالريساني او اي متنفس؟ والله يهديك السي عزيز، الله يهديك السي عزيز، كون كان شي مساحات خضراء بالريساني ولا متنفس كاع ما نجي نربك. هذا هو المتنفس الوحيد لمدينه الريساني، وهذا هو المساحات الخضراء اللي كاينه في مدينه الريساني، وهذه هي 1960 اللي كاينه حاليا في مدينه الريساني، وحنا في سنه 2023. هذه راه رساله اللي بغاو يفهموها الناس، هذه رساله اللي بغاو يفهموها المنتخبين والمسؤولين. انا راه ما عنديش الغرض باش انني نجي نصور حمار، حمار راه الحمد لله خلق الله وتحنا خلق الله، ولكن هذه رساله الا بغاو يفهموا، راه شحال من رساله كنبغيو نوصلوها يعني فقط غير من خلال التصوير ديالنا في شي بت. ولكن الله يهدي ما خلق، كاين اللي عقله عنده بلاصتو وكاين اللي عنده عقله قنت اخر. لا اله الا الله. الشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات، ومن اشهر مساحه خضراء ومن اشهر مكان بالمدينه ربك الحمير، واكيد متابعي قناه شفت الى بث اخر وموضوع اخر باذن الرحمن. اتصل بي يا سي عزيز.